ورحت وراحت واشتكيته وورت لهم جسمها ودراع الواد. وبعدين عملنا له محضر وجابوه وكتبوه تعهد انه ما يمدش ايده عليها تاني ولا يضرب العيال بالطريقه دي ابدا. ده تضربه في قلبه. كويس انك عملت كده. امال ما هو العيل عيلك لحد ما يجرى له حاجه يبقى ابن الحكومه، وده راجل بقى ان قدر ما يعفيش لازم يبقى فيه حاجه يخاف منها عشان ما يعودهاش تاني. انا بقى هبقى مرتاح لانه راجل يخاف ما يختشيش وحيترعب لو هوب ناحيتها. مية مية يا فاطمة، عشرتك معايا جابت نتيجة، بقيت قروبة. ادانا غالي يا ست سراي، ربنا يخليها لك وتفرحي بولادها يا رب. امين يا رب. قومي قومي قومي، اغسلي وشك وغيري هدومك ونامي عشان ترتاحي، باين عليكي تعبانة قوي. ده انا زي ما اكون كنت بحارب. ده انا عقلي كان هيشت لما اتاخرتش، اقول يا رب الست دي راحت فين، ومعرفش تليفون بنتك عشان اكلمك هناك، وعارفه ان انت ما بتباتيش عشان المخفي اللي ما يسمى جوزها هناك ده. اسكتي، ده انا كنت في موال، ده انا حتى ما جاش على بالي اتصل بيكي واطمنك. انا مش فاهمه ما طمنتنيش ليه، ده انا كنت اصح سامي يدور عليك. لا الحمد لله اللي ما صحيتهوش، حرام ده بيقوم من النجمه يا اختي يروح الكليه بتاعته، ربنا يعينه. معقوله يا سلوى؟ ايه التاخير ده؟ انا بقالي ساعه واقف مستنيك هنا. معلش يا حسام، الطريق النهارده زحمه قوي. طب بصي بقى، انا عاوز اقول لك كلمتين كده بس، مش هينفع في وسط الجامعه يعني. يا سلام، هو ايه اللي هيمنع يعني؟ لا ما هو اذا رفضتي انا هعلي صوتي في وسط الجامعه وهلم عليكي كل الدكاتره والطلبه. بصي يا بنت الناس، هما كلمتين اسمعيهم وبعديها بيرفضيني او يقبليني، واذا رفضتيني صدقيني دي هتبقى اخر مره اكلمك فيها في الموضوع. انا اول مره اعمل حاجه وانا متاكده انها غلط ومش هقدر احكيها لحد. سامحيني بس انا كان لازم اكلمك حتى لو ما كلمتنيش تاني، بس ما تبعديش عني وانت كرهاني. طب اتفضل اتكلم بس باختصار لاني مش عايزه افضل هنا كتير. انت عارفه انا ونبيل عايشين ازاي؟ ما يهمنيش اعرف. اخوات. نعم والله العظيم ثلاثة اخوات ومتفقين على كده من الاول، لان كل واحد فينا عارف ان التاني مغصوب عليه. يعني هي كمان مغصوب عليك؟ طبعا، نبيلة مفيش جواها ولا في قلبها غير رياضة الله يرحمها، وعايشة ومخلصة له وهتفضل عايشة ومخلصة له طول حياتها. امال ما قالتش لا ليه على الجواز؟ لان امي ضغطت عليها بنفس اسلوب ضغطها عليا. ازاي؟ هددتها انها تحرمها من التعليم هي كمان؟ لا، هددتها بعيالها بقعدهم في الشقة وبالصرف عليهم، وصلت انها هددتها بالاساءة لسمعتها. معقولة؟ في حاجة كده في الدنيا؟ انا لما قلت لك ان امي جديدة ما صدقتنيش واتهمتيني بالتراجع وبان انا ما ببصش غير لمصلحتي وبس. يعني افهم من كده انكم متجوزين مجرد صورة؟ لو مش مصدقاني انا مستعد اجيب نبيلة تقول لك الكلام ده. لا طبعا لا يمكن، ما اقدرش اتكلم معاها في حاجة زي دي. انا مستعد اقول لها اني بحبك وقابلك بيها على هذا الاساس. بتحبني؟ ايه؟ وانا عشان اول مره اقولها يعني عايزه تفهميني ان انت ما حسيتيش بيها قبل كده ولا ايه؟ انا انت حب عمري كله، لا حبيت ولا هحب ابدا واحده غيرك. ارجوك يا سلوى ما تمشيش عشان خاطر، حتى لو زعلت مني بلاش تسيبيني وتمشي. ارجوك يا حسام سيبني امشي. اسيب روحي ماشي، لكن اسيبك انت مستحيل. صدقيني يا سلوى انا بحبك قوي والله العظيم، عمري في حياتي ما حسيت الاحساس ده تجاه اي واحده تانيه غيرك. حسام انت دلوقتي راجل متجوز. قسما بالله على الورق وبس، ونبيله دي زي اختي وحياتك وحياه حبك اللي في قلبي، ما جمعني بيها الا حرصي على مستقبلي ودراستي وبس. واذا بدلتيني مشاعري مش هيبقى لي هدف في الدنيا غير ان انا اعيش انا وانت تحت سقف واحد، وان ولادي يكونوا منك، وهعمل كل اللي في وسعي عشان اساعدك يا سلوى. صدقيني. ونبيله؟ نبيله لرياض، حي او ميت عمرها ما هتكون لغيره. يعني ايه بقى؟ يعني هخلص دراستي واطلقها، وده مش هيفرق معاها خالص صدقيني. يعني انت مرتاحه؟ الحمد لله يا ام، ده كفايه انه حايش عني حماتي وهو الاسم ليه يا راجل. عندك حق،
مش هسألك بقى اعمل ايه مع العيال. يا سلام يا ماما، ده حنين عليهم قوي. ما هو برضو عمه ده بيموت في المقرض الصغير ده. ربنا يهدهولك يا ضنايا قادر يا كريم. صباح الخير يا ماما. صباح الخير يا احمد. ايه مش عايز تسلم عليا ولا ايه؟ ولا عايز اشوفك. يوه الشر بره وبعيد. جرى ايه يا احمد؟ اساليها، هي اللي ضحت بيا، وبناء عليه انا خلاص نسيت ان ليا اخت. انا عمري ما ضحيت بيك يا احمد، وما اقدرش استغنى عنك ابدا. لكن تقدري تضحي بكرامتك وتعيشي ذليله لسرايا واولادها، مش كده برضو؟ جرى ايه يا احمد؟ ايه الكلام اللي زي السم اللي عمال بتقوله لاختك على الصبح ده؟ ده مش كلام انا، ده كلامها هي. هي اللي قالت انها هتختار الذل والمهانه، وهي برضو اللي اختارت انها تمحيني من حياتها. غصب عني، انت مش حاسس بالنار اللي فيا ولا سمعت الكلام اللي هي قالته؟ ما هو اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. بقول لك ايه، والنبي بلاش دموع التماسيح دي. انا قبل كده صدقتها لما مات رياض، لكن الايام اثبتت لي انها ما كانتش صادقه. انت خلاص بقيتي بتحسبيها بالماده زي حماتك اللي انت عشرتيها. انا بحسبها بالماده؟ انا؟ ايوه انت. قلت لك ارفضي وانا هقف معاكي واجيب لك حقك بالقانون، لكن للاسف اخترت الاسهل والاضمن. سيبها في حالها، حرام عليك. هتبقى انت والزمن عليها. ارحمها يرحمك ربنا. فاطمه، فاطمه. نعم نعم. ايه اتطرشتي؟ ساعه بنده عليكي. اصل انا كنت عند الست نبيله وكانت بتعيط ومفحومه من العياط، فصعبت عليا سيبها. ليه؟ هو حسام اتخانق معاها؟ لا ده لسه راجعه من عند امها، بس هي اصلها يعني اخوها اتخانق معاها واداها كلام زي السم. ليه يا اختي اداها كلام زي السم؟ عشان يعني الجوازه يعني. اصله ما كانش موافق. ان شاء الله موافق، وحد خد رايه يوافق ولا ما وافقش، وهي بتعيط ليه الخايبه دي؟ الله، ما هو مهما كان برضو اخوها. يا اختي ده خوته لما تخوتها. انا مش فاهمه والله العظيم، انا ما ارتحت لما اتقطعت رجله من البيت هنا. انا مش عارفه شايف نفسه على ايه، عامل فيها كده زي ابن بار مديله. على ايه يا اختي؟ على مكنة الخياطة ولا على رمزية جلابية؟ والنبي ده غلبان وطيب. والله ما حد غلبان وطيب الا انت. هز طول الجبين فنجان قهوة لحسن مصدقها. حاضر. سبتني ليه يا رياض؟ سبتني عشان اتبهدل واتعسر. انا محتاجة لك قوي. تجيلك. ادخل. ايه يا نبيل؟ قاعدة لوحدك ليه وسايب الاولاد بره؟ ايه ده مالك؟ انت بتعيطي ولا ايه؟ لا لا مفيش حاجة. طب ممكن تقولي لي بس انت زعلانة من ايه؟ ما هو انا مش هسيبك غير لما تقولي. احمد اخويا بهدلني، قال لي كلام زي السم. احمد؟ ليه؟ عشان الجوازه اللي تمت. جوازة مين؟ جوازتنا؟ ايوه. معلش معلش يا نبيل، هو برضو اخوكي وانت تهميه، عايز يشوفك في احسن حال. عمره ما يحس بالضغوط اللي احنا حسينا بيها يا نبيل. ويا ستي حقك عليا انا، اعتبريني مكان احمد. اي حاجه تحتاجيها منه كاخ انا هقدمها لك. ربنا يخليك لي يا رب ويريح قلبك. بس ده مش معناه انك انت تقطعي صلتك بيه، لا، لازم تكلميه وتحاولي توضحي له الصوره، وانا كمان يا ستي هكلمه عشان ما تخسريهوش يا نبيله. ده الاخ عمره ما بيتعوض. عمره. عارف يا باسم، انا شفت النين مليون مره بس عمري ما حسيت انه حلو قوي كده. فعلا النيل ده شيء عبقري. باسم، انا عايزه اعترف لك بحاجه. بس مكسوفه. ليه؟ ما تكسفيش، اتكلمي قولي. باسم، انا بحبك. طب ما انا عارف. عارف من امتى؟ يعني من يوم ما حبيتيني. طب وانت؟ أنا إيه؟ مش فاهم. يعني شعورك ناحيتي إيه يعني؟ والله أنا ما أنكرش إني ابتديت أتشد لك.
بجد يا باسم؟ مش عارف، فيكي حاجة غريبة كده مخلاني مشدود ليكي. يمكن اهتمامك بيا مثلا، يمكن انك بتنفذي لي كل حاجة بطلبها منك، استسلامك ليا، الحاجات دي كلها خلتني اتشدلك. انا اصلي اهم حاجة في البنت اللي بعجب بيها انها تكون مطيعة، تنفذ لي كل اوامر من غير اي كلام. لكن بقى البنت اللي تقول لي لا دي تلاقيني كرهتها وفورا. وانا عمري والله ما هرفض لك طلب، انت تأمرني وانا انفذ. طيب ارمي نفسك في النيل بس كده. عيني الله. لا استني استني، هتعملي ايه يا مجنونه؟ في ايه؟ قولي لي بقى، انت على طول كده مندفعه في مشاعرك؟ ابدا والله يا باسم، ده انا اول مره تدهول على عيني بالشكل ده. باسم انا بحس معاك بالامان قوي، زي الطفله اللي في حضن ايه؟ في حضن ابوها مثلا؟ مش قصدي طبعا، بس بحس فيك برجوله كده وحزه نفس وكبرياء عمري ما شفتهم في حد قبل كده. كل اللي عرفتهم يا باسم كانوا يتدلدقوا كده من تاني قعده، ويقعدوا بقى يقولوا لي في اسطوانات بحبك وبموت فيكي. هقول لك ايه؟ هيافة. يوسف، حسام برا. مالك مكشره كده ليه؟ لا ابدا، بس من فضلك تخرج لهم. الله، ايه الحكايه ماجده؟ في ايه؟ سلوى وحسام قاعدين مع بعض برا، الظاهر كده ان الميه رجعت لمجاريها بعد رجوع الدراسه. الموقف كده بقى سخيف قوي، ده راجل متجوز. متزعلش مني يوسف، لو بيلعب ببنتي انا مش هقدر اسكت. ماجدة، سلوى بنتي زي ما هي بنتك بالظبط، اطمني ما تخافيش، انا هتصرف.